دراسة علمية حديثة تكشف خطورة العزلة الاجتماعية وإمكانية الإصابة بالزهايمر. إذا كنت تعاني من شعور بالوحدة أو العزلة، انتبه، فقد تصاب بفقدان الذاكرة في المستقبل. اليوم أيها الأحبة سنتحدث عن أهمية العلاقات الاجتماعية وأهمية بر الوالدين وأهمية أعمال الخير في الوقاية من الزهايمر أو فقدان الذاكرة، حتى يتبين لهم أنه الحق. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة، الشعور بالعزلة فعلا هو أمر خطير ينبغي أن ننتبه منه. فدراسات كثيرة على مدى عشرات السنين تؤكد أن الذي ينعزل اجتماعيا يكون عمره أقل ويتعرض لأمراض أكثر، بل إن العزلة قد تدمر النظام المناعي لدى الإنسان. الدراسة الجديدة جاءت من جامعة واترلو الكندية بتاريخ 10/7/2024، وهذه الجامعة كما نعلم متخصصة في علوم الحاسب والنانو، فهي جامعة تقنية شهيرة قامت بدراسة مرض الزهايمر وأسباب هذا المرض وكيفية الوقاية منه. العلماء توصلوا في هذه الدراسة إلى أن الذي يشعر بالوحدة أو العزلة الاجتماعية فإنه يفقد الذاكرة تدريجيا، بل إن ذاكرته تتدهور بعد سن معين، وغالبا ما يكون ضحية هذه العزلة الاجتماعية كبار السن الذين هجرهم الأبناء والأقارب وأصبحوا في مصحات عقلية منعزلين عن العالم الخارجي. هذه الدراسة الحقيقة المنشورة على موقع ساينس ديلي استغرقت 6 سنوات، وقام العلماء باختيار 4 مجموعات من المرضى، ووجدوا أن أقل مجموعة تعرضت للتدهور المعرفي أو تدهور في الذاكرة هي التي حافظت على علاقات طيبة طيلة حياتها، والتي كانت مغمورة بالعلاقات الاجتماعية أو ما نسميه نحن الآن ببر الوالدين وصلة الرحم. حتى الآن أيها الأحبة، العلماء لم يعرفوا السر الدقيق لهذا المرض، مرض الخرف أو الزهايمر أو تدهور الذاكرة. يتحدث العلماء اليوم عن 4 أسباب للزهايمر: عوامل وراثية وعوامل بيئية وتغيرات فيزيولوجية في الدماغ وعوامل مرتبطة بنمط الحياة التي يعيشها الإنسان. طبعا العلماء يتحدثون عن ضرورة التشخيص المبكر، لأنه كلما كان التشخيص مبكرا كان العلاج أسهل، ولكن كما وجد العلماء في هذه الدراسة، العزلة الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية وبر الوالدين وما نسميه صلة الرحم والتعاون وإكرام كبير السن الحقيقة له الأثر الأكبر في وقايته من الزهايمر. طبعا يلجأ العلماء اليوم إلى علاج دوائي لتخفيف هذه الأعراض، وعلاج آخر غير دوائي من خلال العطف والتعاطف والاهتمام وبعض الأنشطة الاجتماعية. انتبه معي أخي الحبيب، لماذا يركز العلماء اليوم في دراساتهم على الزهايمر على موضوع كبار السن بالذات؟ لأن الإنسان فوق 60 سنة تقريبا أو حتى 70 سنة يحتاج لرعاية أضعاف ما كان يتلقاه عندما كان صغيرا أو شابا، فكلما كبر السن يحتاج الإنسان إلى رعاية أكبر. سبحان الله، هذا قانون طبيعي، ومن هنا تأتي عظمة القرآن العظيم. انظر معي إلى الإعجاز أخي الحبيب، الإعجاز المبهر في هذا الكتاب العظيم أنه عندما أمرنا بالاهتمام بالأبوين ركز على السن. انظر معي ماذا قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. تأمل معي أخي الحبيب هذه الكلمات الرائعة بالفعل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. سبحان الله، ركز هنا القرآن على موضوع السن الكبر. حتى كلمة أف يجب ألا تقولها لأبويك أبدا، وبخاصة في حالة الكبر. وانظر معي لقوله تعالى: ولا تنهرهما، لأن كبير السن أخي الحبيب كما يقول العلماء وكما نرى في الواقع يعاني من تدهور في خلايا الدماغ
ويعاني من تدهور وتنكس في القدرات الذهنية والمعرفية، فتصدر منه بعض الأفعال التي قد لا تحبها أنت أو زوجتك. فلذلك إياك أن تتذمر وإياك أن تنهره ولا تنهرهما. وعلمك كيف تتعامل مع الأبوين بقوله تعالى: وقل لهما قولا كريما. انظر إلى الروعة في هذه الأخلاق السامية التي يعلمنا إياها القرآن. وانظر معي إلى الآية التالية: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هنا القرآن أرادك أن تكون شديد التعاطف مع الأبوين في حالة كبر السن، لدرجة أن تصبح ذليلا بين أيديهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذا أقوى علاج للتدهور المعرفي لدى كبار السن، أن يرى البر من أبنائه. والقرآن يختم سلسلة النصائح الرائعة هذه بقوله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حتى بعد موت أبويك أمرك الله أن تدعو لهما بالرحمة. سبحان الله. بالله عليك أخي الحبيب، أريد أن أسألك، أين هذا الكلام من المصحات العقلية وأماكن رعاية كبار السن في بريطانيا وأمريكا واليابان وغيرها من الدول التي تبنت ثقافة الإلحاد؟ ماذا حل بهم؟ اليوم في هذه الدول يسهلون عمليات انتحار كبار السن لتخفيف التكاليف. الأب والأم عندما يكبران عندهم لا يجدان من يسأل عليهما من الأبناء أو الأقارب. انظر إلى عظمة القرآن، يعني حتى عندما تطبق تعاليم القرآن أنت تساهم في تخفيف العبء الاقتصادي على الدول. فهذه الدول تتكلف عشرات بل مئات المليارات على رعاية كبار السن لديهم، ولكن يكفي أن يتبنوا ثقافة بر الوالدين ليتخلصوا من كل هذه الأعباء وليعيش المجتمع كله في أمان واطمئنان. وأخيرا أيها الأحبة، لا نملك إلا أن نحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام الذي كرم الإنسان صغيرا وشابا وكبيرا وميتا أيضا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.